يعني بقول لك القصور والفيلل منين طيب؟ ما اشتغلناش غير في الجيش. انا بتكلم حاجات على مسؤوليتي. يعني مش بتكلم حاجه سطحيه ولا حاجه مؤقته، لا. النعمه اللي احنا فيها دي من الجيش. لانه بيدي الحق وبيدي فوق الحق. وبعدين هو ليه شروط، احنا نجحنا في هذه الشروط. المواصفات كذا، احنا بنطبق هذه المواصفات صح. فنجاح محمد بيشتكي من ايه؟ ما بيشتكيش. محمد مش محتاج حاجه. مش محتاج حاجه. محمد عنده يعني عنده قصر. في مارينا ب 35 مليون، اديها لمحمد رمضان ب 10 مليون. لا كادو. معلش تاني. عنده قصر في مارينا بكام؟ ب 35 مليون. ايوه. اديها لمحمد رمضان ب 10 مليون. اديها لرمضان ب 10 مليون. وهو قاعد فيه دلوقتي. يعني محمد لا. وعنده في الرحاب وعنده في مدينتي، يعني مش محتاجين. دي منين؟ ده منين؟ ده منين؟ ده ما جبناش كده من حته ولا لا، ده من وما اشتغلناش بره الجيش. انا اشتغلت بره الجيش، انا كان ليا شغل خاص في اكتوبر، ولكن ابراهيم ومحمد في الجيش. محمد بدا من الصفر، يعني بدايته الجيش. النعمه اللي هو فيها ده كلها من الجيش. التحول ده انا مصدوم فيه. مصدوم كأب جدا ومتدمر. متدمر جدا، لان انا يعني القوات المسلحه دي حياتي. انا قعدت يعني اي حد هيسمعني دلوقتي عارف مين علي عبد الخالق في الصاعقه. كنت مميز قدام الفريق الشاذلي، مين علي عبد الخالق، وطلع ابن ابراهيم جيش. فدي حياتنا. التحول ده دي نقمه، نقمه في حياتي. محمد تاني، ايه الشكوى اللي عنده؟ ايه اللي عنده؟ ما فيش، ما احناش محتاجين حاجه. احنا مش محتاجين حاجه يا استاذ احمد. ظروفنا كويسه جدا جدا جدا، وعندنا بدل الفيلا خمسه وسته، مش محتاجين. وحلال وفلوس علني. لا بنشتغل في شغلنا مع الجيش. اشرف مؤسسه في البلد عسكريه، شغلنا علني، بنعمل المشروع بناخد حقنا وفوقه. لا يعني خلصت مشروع النهارده، تمن شغلك بتاخده. ده انت بتاخد على مراحل، يعني انت بتشتغل بتاخد. وبعدين لو في حاجه، لو في مشروع كبير، بيديك مقدمه يشغلك، يعني مش انت واقف ان يعني انت مش بتصرف من جيبك. لا لا يعني حضرتك بتقول لي مشروع، بيقول لك اتفضل اشتغل. ايوه. بيديك فلوس الاول. يعني دلوقتي المشروع ده مثلا بمليار، خد مثلا 200 300 مليون اشتغل تخلص مرحله. لا يعني ما بيدينكش، مش مديون، مش محتاج. يعني مالكوش فلوس هنا عند الجيش؟ لا خالص خالص خالص. دول ليه فلوس عندنا؟ ليه فلوس عندكم؟ يعني احنا واخدين حقوقنا وشويه كمان يعني. فحضرتك بتقول لي انه اي مشروع بيديك مبلغ الاول اشتغل بمبلغ 200 300 مليون. احنا لو عمليه بمليار مثلا، استاذ احمد انتوا وغيركم، احنا محبوبين قوي في الجيش، لاننا ملتزمين قوي بشغلكم. ملتزمين بشغلنا. مش بق. يعني مشروع الفرافره ده على الملن اهو، وسيادة كامل الوزير، سيادة الوزير العربي، عارفين ابراهيم ابن عمل ايه في مشروع الفرافره. كنيسه اطفيح احنا عملناها، كان في 1000 عامل بيشتغل 24 ساعه. ويعني معروف شغلنا. فالتزامنا ونجحنا في شغلنا ادانا الصلاحيه ان احنا الحمد لله مستورين. محمد واولاده والاسره والعيله علاقته بك ايه؟ لا ابني. ابنك؟ ابني باولاده. وانا من نوع يعني فلاح، يعني بيتي عيالي يعني احتضنهم جامد، يعني ان دول راس مالي يعني. لما مشي وقال لك انا قاعد خلاص في اسبانيا، وما حاولتش تقول له انت بتعمل ايه او ترجع ازاي او بيعمل ايه هناك؟ انا شوف يعني انا عندي رسائل باكي فيها. مين اللي باكي؟ أنا ببكي فيها. تبكي فيها؟ عشان عشان طب ليه؟ محمد كان غالي عليا جدا. أنا ندمان اللي حصل ده. أنا مش قادر أصدق. يعني كان يقول لي يا بابا أنت رفيقي، لأن هو اللي في ظهري. افاجئ ده ازاي؟ انا مش مصدق، مش مصدق. ده احنا مسلل الوطنيه، يعني احنا
يعني معروف عننا مثال للوطنية. ازاي التحول ده؟ ازاي؟ ازاي التحول الغير طبيعي اللي لا لينا ولا في حياتنا؟ مش تحول تقليدي، ده تحول يعني مريب. ندمان، حضرتك بتقول ندمان جدا. اه جدا، حاجة ملهاش علاج. أنا بعتذر قدام الدنيا كلها للريس وبيت الريس والبلد والجيش من أصغر واحد لأكبر واحد في البلد. الريس أنا بقول له على دماغي من فوق، حقه على دماغي، اعتبره ابنك وحد وغاه غلط بلفظة أو حاجة، على دماغي من فوق الريس وبيت الريس على دماغي من فوق. أنا مش قادر يعني أعمل إيه عشان أرضيه؟ إذا كان هفوة أو لعب بدماغه أو حصل له غسيل مخ، وده شيء وارد لأنه راح بفلوسه وبيعمل مشاريع جامدة هناك، اتلموا عليه مجموعة طبعا 100% اشتغلوا معاه، لخبطوا حياته. مش محمد ابني ده، مش ابني، لا مش ابني، ده مش ابنك، لا التصرفات دي يا استاذ احمد الاخناق دي مش ابني، لا مش ده محمد. محمد كان انسان يعني فوق الوصف. انت عندك شركه فيها اكتر من كذا الف يحلفوا بحياته. محمد اللي كان بيحصل له وفاه عنده بيديله معاش مدى الحياه، اللي بيحصل له اصابه بيديله تعويض ومعاش مدى الحياه، لن يتخلى عن واحد عنده في الشركه. مش هقول يعني لو واحد اتاخر شهر لظروف مرضيه لوالده مرتبه طالع، محمد انسان. امال هو نجاحه ازاي ده؟ نجح ازاي طيب ومع اكبر مؤسسه؟ ما نجحش مع قطاع خاص ولا مع حد، ده نجح مع الجيش. مين اللي اتلم عليه؟ ما اعرفش، ما اعرفش. انا ما يعني ما سافرتش معاه، ما سافرتش، بس تحول تحول غير طبيعي. مش طبيعي لا. يا اصل انت بص يا استاذ احمد، التحول مراحل. التحول زي السن مراحل. انما التحول المفاجئ ده بتبقى صدمه. ملهاش مقدمات. يعني التحول في حياه كل فرد مراحل. تلاقي مثلا سلوكه اتغير شويه بتاع، انما فجاه لا. محمد عمل فيلم تكلف كام؟ وهل خد قروض فعلا؟ لا خالص. ما خدش قروض؟ لا. 27 مليون. 27 مليون. وانا اتخانقت معاه واتضايقت معاه في الموضوع ده. محمد ليه؟ قال لي يا بابا انا شاب ودي رساله. رساله عاوز اوصلها. ومش منتظر منها جنيه. على فكره انا استضفته مكان حضرتك هنا. حصل. استضفته حلقه كامله. حصل وشكر لي في سيادتك جامد جدا. اه. وهو كان هنا بقى كويس. اه. يعني كان هنا ما فيش اي يعني، هو ده محمد. هي دي شخصيه محمد. يعني كل اللي بيكلم. الفيلم اتكلف 27 مليون. وما جابش جنيه. ما جابش جنيه. يعني فلوس يعني، وهو ومقتنع. يا محمد يا ابني دي مش كويس. يا بابا انا عايز اعمل رساله. الشباب يا بابا اللي في سن بيضيعوا. اللي بيضيعوا بيغرقوا كده. فانا يا بابا هعمل رساله. وكان الوزيره ما شاء الله يعني وزيره الهجره. نعم نبيله مكر. يعني قلبا وقالبا معاه ومسهله له كل حاجه. عمل الفيلم وانا يعني انا كنت ضد الموضوع ده. ليه 27 مليون يا محمد؟ يقول يا بابا امال يعني اعمل فيلم احط فيه رقاصه مثلا؟ احنا شكلنا ما ينفعش. مش احنا نعمل حاجه كده. انا اعمل فيلم رساله كانه مشروع للشباب اللي بيتدمر. علاج بعمله. هو ده محمد علي اللي كان مع سيادتك هنا. هي دي شخصيه محمد علي. في تحول بيجي مراحل انت بتحسه، انما لما يحصل مرحله فجاه هي دي الصدمه. ما انتش عارف يا استاذ احمد تعالجها. عارف زي ما يعني واحد مثلا انت ماشي في ضلمه واحد خبطك بحاجه حديد. لا مشاعر الاب وانت بتشوف اللي حصل ده انه ده مش ابني، ده مش ممكن يكون ابني اطلاقا. ده اللي عند حضرتك. مش ده محمد لا. مش ده ابني لا. ولو هو محمد ده انا تبرأ منه. لو هو ده محمد الطبيعي اتبرأ منه. كلم حضرتك او تواصلت مع بعض؟ بيكلمني والله. اخر مره امتى؟ النهارده بعت لي. النهارده. وانا طبعا يعني متدمر يا محمد كده غلط يا ابني كده ما ينفعش. مش احنا السلوك بتاعنا ده. يا محمد مش السلوك بتاعنا ده. يا ابني عشان خاطري. تعالى ارجع واقعد واستقر. اللي انت بتعمله ده انت بتلعب بالنار. النهارده في ناس حطوك في وش المدفع. لاي ايه اللي احنا محتاجينه؟ ايه الضرر اللي جالنا؟ حضرتك بتقول لي محمد مش محتاج حاجه اطلاقا.
اطلاقا. ليه فلوس عند الجيش؟ لا لا، يعني اللي اعرفه ان حياه طبيعيه وشغله ماشي صح جدا لحد دلوقتي. شغله ماشي في الجيش ماشي لحد دلوقتي. اه يعني لحد دلوقتي شغله ماشي في الجيش. اه يعني في مشاريع ما كملتش لسه. اه ومشاريع لابن ابراهيم ما كملتش. اه شغاله شغاله لحد دلوقتي. اه ومستخلصات بتطلع وحياه طبيعيه جدا جدا. اه جدا. لا ما فيش مره الحاجات مش هنديكوا فلوس. لا 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 خالص كده. ما كناش بقينا كده، ما كناش وصلنا ان احنا فيه. كسبتوا قد ايه؟ ملايين. ها ها. كام تقريبا يعني؟ الله ما مش عايز احسب قد ايه. كتير. عشرات مئات؟ لا ما فوق المئات. فوق المئات طبعا. ما هو في حاجه اصلا. اتفضل يا فندم. اللي ما بيشوفش يبقى فيه ستاره. معلش، لما يكون عنده قصر في المارينا سبعه مميز، قصر في الرحاب، فيلتين في مدينتي، فيلا في القرنفل، شركه، هو منين؟ يعني هنقول يعني حاوي مثلا او ساحر؟ لا، نتيجه شغل، نتيجه عرق، نتيجه مجهود، في عائد وبناخده من المؤسسه العسكريه. مش يعني حاجه مش مشيبه، مش حد بتاع خاص تشتغل وتاخد مقابل. يعني مش حد بتاع خاص مثلا. آه. ده عمله. لا، ده الجيش حق وحقك، وعشان كده نجحنا ونجحنا في مشاريعنا من كده. والمشاريع نجحت في الجيش من كده. بيقول لك النموذج ده. العماره دي نموذج. بيخش المقاولين، انت قدراتك كام؟ خمسه. انت قدراتك كام؟ 10. النموذج ده بتطلع النموذج ده بيشيلك على راسه ويديك حقك. النموذج ده مختلف، لا انت مش معانا، غيرك يخش يشتغل. عشان كده في تقدم. انما انا اقول لك يعني مثلا يعني لا، هو ما بيقبلش الحاجه اللي بايظه او الشغل إطلاقا. مش مظبوط اطلاقا. لازم تعمل الشغل 100%. لانه بيديك حقك. بيديك حقك، فلازم تديني الشغل 100%. ايوه. ما هو النهارده ما فيش حاجه. الكوبايه دي 8 10 جنيه. هتعملها صح تاخد ال 10 جنيه. هتلخبط لي فيها ما فيش 10 جنيه. فعشان كده في نجاح في الشغل. دليل على ان في 15 سنه ما عندناش غلطه. ما عندكوش غلطه. غلطه في 15 سنه. غلطه. ولم يتاخر اي جنيه ليكم. وفوق حقه. وخدتوا فوق حقكم كمان. وفوق حقه. على مدى 15 سنه. وفوق حقه. احنا يا استاذ احمد مش يوم، مش شهر، مش سنه، مش سنتين. ده 15 سنه. 15 سنه. محمد كان في شقه. النهارده الحمد لله. كان في شقه. في شقه. آه. احنا هنقعد يعني. انا في ميدان لبنان. بيتي في ميدان لبنان. اه. في المهندسين. وجايب له شقه وجايب لاخوه شقه، حياه طبيعيه. اه. الطفره دي ما جاتلناش من الهوا ولا ابن الشقه، احنا اشتغلنا مع الجيش. فلوسنا علن معروفه، ضرايبنا مدفوعه، تاميناتنا مدفوعه، علن ما فيش حاجه. الطفره اللي حضرتك فيها ولادك محمد وابراهيم الجيش. كلها قوات مسلحه. ما هو الناس نتيجه لعملكم معاهم. شغلنا. شغلكم. احنا جامعة زويل اللي عملها مين؟ محمد. نعم. لا يعني شغلنا معروف. خد كام عائد من جامعة زويل؟ تفتكر حضرتك الرقم؟ لا هي اصل كذا مشروع. كذا مشروع. فهي يعني الفلوس بتبقى متداولة ورا بعضيها يعني. يعني مش مشروع واحد بنخش نعمل ده، لا. يعني هو مثلا في جامعة زويل دخل. فكنا ساكنين كل واحد في شقة، النهاردة ما شاء الله بتعدد لي القصور. بس أنا في شقة. لسه حاجه الشقه. لا انا في حاجه صح. لا الولاد، انا اقصد محمد وعنده إبراهيم كذا. ابراهيم محمد عنده ايه؟ ممكن تقول لي املاك؟ املاكه عنده ايه؟ لا عنده فيلا في مارينا. اه. حمامات سباحه وشلات على بحيره. وعنده يخت، وعنده ما شاء الله. وعنده فيلا في الرحاب. يعني حاجه. تمنها كام اللي في الرحاب دي؟ يعني ما تقلش برضه عن 30 35 40. 30 35 40 مليون. اه. وفين تاني؟ وعنده في مدينتي فيلتين. بكام تقريبا دول؟ يعني تقدر تقول مثلا ب 30 40. كل واحده فيهم؟ الاثنين. الاثنين 30 40. وكان عنده فيلا صغيره كده في حدود 5 مليون. ده فين دي؟ برضه في مدينتي. دي غلبانه دي. غلبانه. غلبانه ب 5 مليون. وفيلا في القرنفل. اه. يعني بحوالي 15 20. 15. اه. ومبنى اداري.
مبنى اداري بيتكلف كام ده ولا قيمته لا كام؟ لا ده عماره يعني عماره ما هتلف عن 20 مثلا او 20 مثلا. وعنده عربياته اللي هو انواع يعني اللي هي حاجه البورش والحاجات الفيراري والحاجات دي. عربيات تقريبا كلهم على بعض بكم مليون؟ لا تخش 20 30 40 يعني 20 30 40 مليون عربيات. كل ده دي واحده من العربيات اللي قدامنا؟ دي واحده منهم. لا احدث هو بيحب العربيات يعني كان يعني في بدايته وهو كان في الاعدادي انا مركبه بي ام يعني هو يهوى العربيات واشترى عربيه ميسي يعني هو بيهوى العربيات والحاجات دي كلها برضو وده اللي قدامك ده قدام حضرتك كل ده عربياته مبسوط محمد ساب كل ده وباع كل ده عشان ايه؟ ايه التمن؟ ايه انا مش عارف انا محتار يعني النعمه اللي هو فيها لا تقاس لا تقاس زمايله يعني هقول لك حاجه لولا شغلنا مع الجيش كنا زماننا دلوقتي بتوع بودره هيتقال عنا كل حاجه ثانيه واحده لو ما اشتغلتوش مع الجيش كان زمانكم ايه؟ لو كنا شغلنا مش في الجيش علني تبيع هروين؟ لو لا ايوه لو احنا في شغلنا ده بره وبيجيب الفلوس دي هيتهمونا انما عشان مع الجيش هشغل بتهم برضه مش واخد بالك ولا خدت بالي يعني لو شغلنا ده والفلوس دي جبناها بعرقنا وبتعبنا وبمجهودنا بس قطاع خاص ممكن نتحط فيه علامه شك كل ده منين؟ انما انت مع مؤسسه واحد واحد اتنين محدش يقدر يشكك ابدا لا هنا ولا هنا ابدا لا فينا ولا في الجيش طبعا يعني الوقت انا عملت جامع الزويل عالمي عملت فندق القوات المسلحه عالمي ابراهيم ابني عمل مشروع الفرافره عالمي لو انت اشتغلت يعني هو الجيش خلي بالك في حاجه بص يا استاذ احمد الجيش حمى رجال اعمال كتير الجيش حمى رجال اعمال كتير من الشبهات مين اللي استخدمه؟ مش عارف لو عرفه اقتله تقتله؟ اقتله والله يا استاذ احمد لو عرفه اقتله ولا تعرف الضم على مين ولا مين؟ ما هو لو هنا هعرف للاسف بس ابنك ما هو في حاجه يا ريتني سافرت له مره يعني لح عليه بالحياة بابا تعالى يعني عنده فيليته في دبي يعني 100 مرة ما سافرتش أنا بسافر بطولات بسافر اتحادات دولية مش أكتر من كده فإنما الصدمة تحول جذري لا أصله كمان لما حضرتك بتكلمنا على إنه لم تلم على ناس فالناس دي مين اللي تخليه يهاجم الدولة ويهاجم الرئيس ويهاجم مؤسسات الدولة مين؟ أنا مش يعني لا مش طبيعي لا أنا بقول لك مش طبيعي يعني أنا نفسي أعرف مين اللي محاول الموضوع ده مين اللي وصل ورا الموضوع ده مين اللي عمل الطفرة أصل في حاجة ما أنا بقول لسيادتك لو المرحلة بداية ماشي ده فجأة يا فندم فلوس حضرتك وأكل عيشكم والبيوت بتاعتكم وعربياتكم وحياتكم كلها من الدولة النعمة اللي ومن الجيش وفي الآخر بشتمها إزاي؟ أنا اللي بسأل حضرتك إزاي أشتمها؟ إزاي داخلها على دماغك؟ بتقول لي اتنقل من شقة بقى عنده كل القصور وكل العربيات ديت والملايين أو المئات الملايين كمان كلها من خير الجيش والدولة وفي الآخر أجي أشتمهم إزاي؟ ليه؟ حضرتك فهمني أنا بسأل فهمني إزاي يحصل ده؟ ما هو دي الصدمة اللي أنا فيها يعني بص يا استاذ احمد لو جت مراحل هيبقى فيه يعني عارف فيه هدوء يعني انما فجاه انا فوجئت زي اي حد بيكلموني اصدقاء الحق محمد منزل فيديو ايه الفيديو ده؟ طلبته بعت له يا محمد ايه اللي بتعمله ده؟ ولا هنا وانا جاي الوقت في العربيه فيديو تاني نزل حتى لو فرضا في فلوس مثلا متأخرة
ايه اللي دافع اللي يخليني هاجم الدوله وقيادتها ومؤسساتها ازاي؟ يعني ايه الدافع اللي عندي النهارده لو فلوس متاخره؟ طب ما احنا بنشتغل بقالنا 15 سنه الفلوس بتيجي وبتروح وشغل بيجي وبيروح وخلاص. هو ايه اللي اتاخر او ايه الدين اللي حصل فيه دلوقتي؟ احنا خلصنا ده الشغل شغال وبناخد مستخلصات والحياه ماشيه طبيعيه جدا جدا مفيش ادنى مشكله. هو ايه اللي اتاخر؟ هو الجيش مديون له؟ الجيش مديون له؟ انا لا، انت حضرتك بتقول مفيش اطلاقا اطلاقا اطلاقا، يعني مفيش ديون ليه عند الجيش اطلاقا اطلاقا؟ اه ولا مليم؟ ولا مليم، حقه بالكامل عنده، بياخد قبل وبياخد على المشروع قبل ما يبدا فيه. اه بياخد في المشروع قبل ما يبدا. يعني لما حبوا يعملوا الفندق بتاع نعم، فقبل خد 260 الف 260 مليون قبل ما يبدا قبل ما يبدا في الفندق. فندق قبض 260 مليون من البنك، قرض على الفندق، قرض على الفندق عشان يشتغل بيه. فيعني ما حطش فلوس من جيبه؟ لا، ما دفعش من جيبه. محمد يعمل الفندق ده طب هو يعني كان له دلال شويه، فمحتاج سيوله. ادي 260 مليون وكمل شغل. لا بص استاذ احمد، بقول لك ندمان على ابنك جدا، ده ابني، وابني مش صايع، ابني مش واحد بيشم، ده ناجح جدا جدا جدا، وجاي لستك هنا وقعد هنا. اللي يدفع 27 مليون عشان يراعي الشباب ويقف جنب الشباب بيبقى انسان فاشل؟ لو فاشل ما كانش وصل اللي هو فيه النهارده. اكتر حاجه ضايقتك من ابنك، زعلتك، بكتك ايه؟ اللي هو فيه، اللي هو فيه، لأن احنا اتدمرنا. انتوا اتدمرتوا؟ طبعا. كل شعب كده. كنتش أتمنى حياتي تنتهي كده، نبقى احنا وحشين. كنتش أتمنى ده. سمعتكم النهارده كلكم زفت. 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 سبب محمد مسح التاريخ بتاعنا كله. كنتش احب ايه؟ كنتش احب اقعد اللحظه دي. انا على مدار عمري، انا عندي 16 سنه، البرامج المحترمه اللي على عبد الخالق، تاريخ المطار، كان الوزير بيقابلني على باب الطياره. فالكابتن وانت دموعك بتنزل وانت ليه؟ ابنك ليه؟ ليه اللي احنا فيه ده؟ في الموقف ده ليه اللي احنا فيه ده؟ ليه الصراع اللي احنا فيه ده والنعمه اللي احنا فيها ندوس عليها بالجزمه؟ ليه؟ ليه؟ ليه محتاجين ايه؟ ده انت بتروح تصيف في دبي، قال لي انا عشان ما اقعدش في فندق واتضايق شاري فيلا ب 35 مليون. يعني ايه اللي احنا محتاجينه؟ ايه اللي انت عايزه؟ ايه اللي انت عايزه؟ ايه اللي نفسك فيه؟ ليه تاريخنا يبقى كده؟ ليه ابوك اللي سمعته للدنيا كلها؟ ده عبد المنعم عماره، الوزير عبد المنعم عماره، وبقولها على الملا وهو سامعني دلوقتي لو موجود، لما حصل اختلاس في الاتحاد وحصل فيه يعني دمار في اتحاد كمال الاجسام، قال لك هاتوا على عبد الخالق. مسكت الاتحاد 10 سنين ما فيش غلطه، السفريات و100 لاعب معايا، ما فيش جنيه في معسكر، ما فيش مشكله. أنا بتكلم على مسؤوليتي والناس كلها عارفة الكلام ده. وأي حد يخش مداخلة دلوقتي في من الاتحاد، أي حد على عبد الخالق يقول لك انسى. فمحمد نسف كل ده في لحظة. في لحظة. حال اخواته والعيلة وال متدمرين. احنا متدمرين. البلد عندي متدمرة. سمعتكم اتدمرت. طبعا. تاريخ اللي أبوه عمله دمره. طبعا. العيلة اتدمرت في البلد. أنا والد عمدة في المنصورة، أنت طبعا فاهم الصعيد، فالقرى عندنا قرى، إحنا القرية نفسها عيلتنا بيصوتوا في التليفونات. بيصوتوا؟ في التليفونات. زعلانين. بيصوتوا. مصدومين. ومحمد لأ. مش محمد لأ. محمد لسه باني جامع في البلد، وبقولها على الملأ ويخشوا مداخلات، باني جامع اسطوره.
في البلد في القريه بتاعتنا، جامع اسطوره بيعالج اي حد. بتطلب منه ايه؟ يرجع. ارجع تاني. نفسي اشوفه تاني. راح مني محمد خلاص. راح. يعني ده كان امل في الحياه، ده اللي في ظهري. وده السند بتاعي. وفرحت بيه. فجأة لقيه راح. راح مني. ما عادش عارف اشوفه. خلاص. يعني لو مات زي اخوه كان ارحم. لو مات زي اخوه كان ارحم. مات. انما يموتني كده بالحياه. خلاص فين بيته؟ فين عياله؟ جزء هنا وجزء هناك. حاجة تقول استاذ احمد احنا بنموت. انتوا بتموتوا. فين محمد؟ فين؟ فين عياله فين؟ ده كان بيحلم بطفل جاله توأم عندهم 5 سنين. فين هم دلوقتي؟ فين البيت اللي احنا اتخلقنا عشان نعمله؟ راح البيت. راح البيت خلاص. راح وريحنا معاه. مامته مدمره، اخوه مدمر. احنا نقف ضد البلد اللي عملتنا؟ نشتم في الرئيس اللي خلانا قاعدين كده؟ ليه؟ ليه؟ مين اللي وغاك كده؟ مين اللي حطك وش المدفع لأشرف شخصية على مستوى العالم؟ الرئيس يعني ده احنا مؤسسة عسكرية، احنا يعني احنا جيش. يعني بيتي عنده 2 جيش، أنا وابني. يعني ده مثل أعلى لينا. الرئيس مثل أعلى لينا في كل حاجة، في كل حاجة. نطعن فيه ليه؟ اللي خلاك كده يا محمد؟ اللي خلاك كده يا محمد؟ اللي عايش في الامان ده والفلوس دي والملايين اللي انت عايش فيها دي يا محمد، ده رد الجميل؟ ده رد الجميل؟ انا بقول على دماغي. الريس على دماغي ويعتبره ابنه غلط وتحمله ويا رب يهديه. انا عارف ان انا عمري ما اشوفه تاني. خلاص انت اب. اقدر الاب يقدر. بعمل المستحيل. بعمل المستحيل. ابنك وضناك تقدر تتكلم وتقدر ازاي الاب الدموع دموع الاب غاليه النهارده. بعت لما ابني يشوف دموع ابوه كده، مين الابن اللي يشوف دموع ابوه ويسيبه؟ بعت له رساله الصبح النهارده يفاجئني بحاجه تانية. انا عايز يعني هو ايه اللي بيحصل؟ هي ايه الحرب اللي عندنا في البيت دي؟ ايه الحرب اللي علينا دي؟ انت لو تشوف الرساله اللي ببعتها له تخلي الحجر يلين والاقي صدمات. أنا متلخبط مش عارف. أنا يعني تفكيري شل خلاص. تفكيري شل. ما عاد يعني بتعالج ألاقي مصيبة أكتر. أنا صدمت وأنا جاي في العربية. ده أنا عامل معاك فيلم الصبح. قلت لك ما تخسرناش، اطلع اعتذر. طلبته يعتذر. اطلع اعتذر، اعمل فيديو اعتذار. ما ينفعش كده. تبقى النتيجة عكسية. اللي حواليه ممكن يكون في ضغوط قطع لما على حد معين. ما هو مثلا ما هو الولد هشام عبد الله وفي واحد مسؤول من دبي مش من قطر قال له في طياره خاصه جايه لك. والولد اسمه ايه ده مطر ده قال له انت خلاص اتضميت واحنا معاك. وهشام عبد الله قال له احنا جايين ناخدك وطياره خاصه هتاخدك. بقى عليه يعني شبكة عن أغذية كده من كل جهة. بتاع دبي ده طيارة خاصة هتيجي تاخدك. بتاع قطر؟ اه. وهشام عبد الله قال له جهز واسمه ايه مطر ده قال له احنا خلاص ومنزل معايا البرنامج امبارح منزله النهارده. قال له خلاص انت اتضميت. اتضم فين؟ اتضم فين؟ وراح الفلوس برضه يا صاحبي. لأنه باع كل حاجة هنا. باع؟ كل حاجة أنا بما فيها حاجة حضرتك؟ أنا ما عنديش حاجة عشان يبقى ما عندكش حاجة.
ماليش اوضه في الولايات المتحده. يعني هو صفى حاجته هنا؟ مفيش اوضه. لا، محمد صفى حاجته؟ كل ما يملك. كل ما يملك. وبرخص التراب. باعها امتى؟ مزارع. باعها فجأة. أنا فاجئ، أنا أخوه بيقول لي بابا ده محمد باع الفيلا الفلانية. ألاقي واحد بيكلمني يا حبيبي فجأة. كل ده اتباع. مفيش حاجة يا صاحبي مدينة في مصر. مفيش حاجة هنا في مصر. كله اتباع. العيلة متدمرة. جدا. جدا. وأتمنى تحس بيا. ما بتنامش من امبارح. متدمر. أنا متدمر. بتبكي غضبان. حاجة قدام منا كده فجأة فقط. وبعدين ما هو لو مز يا اخونا استريحت. إنما أنت حي وبتموتنا جنبك. هو إيه اللي بيحصل ده؟ علي عبد الخالق ابنه يطلع يشتم؟ يشتم في الرئيس؟ إزاي؟ المؤسسة العسكرية اللي هي على دماغي اللي أنا شرف ليها إن أنا كنت فيها. نشتمها؟ ازاي؟ يعني ازاي؟ وبعدين بتشتمها ليه؟ اللي عشان النعمه اللي انت فيها؟ اشتغلت وخسرت؟ اشتغلت ومش لاقي ناكل؟ اشتغلت ومش مش قادر نعيش؟ ده انت كلهم بتشتروا عربيه شكل وفيلا شكل من فلوس الجيش. الجيش ده انا بقول لسيادتك اللي احنا فيه ده لو مش شغل جيش الناس هتشك فيه. لو انت بتشغل قطاع خاص وشريف من حجم الارقام اللي خدتوها بس خلاص حجم الارقام اللي خدتوها اللي خدناها في المده البسيطه دي محدش هيقول لك اسره في ظرف 10 15 سنه عايشين في ملايين. لو انت قطاع خاص الشك حينوبك مليون المية مليون المية. انما عشان مع مساعده عسكريه وشغل علن وواضح. وبعدين في حاجه قبل ما بيطلع لك المستخلص بيروح الضرايب بيروح التامينات. يعني ما عليناش جنيه. ما عليناش جنيه. يعني المستخلص بيطلع وانا بتكلم اهو من المؤسسه العسكريه بيطلع الضرايب تتخصم التامينات تتخصم. وخدت حقك كاملا. وفوق متصفي. وفوق. امال جبنا الحاجات دي منين؟ يعني هو جايب الحاجات دي منين؟ نقوم دي النتيجه بقى الاخر ان احنا النعمه اللي ربنا من علينا فيها وكرمنا بيها وطفره الرئيس السيسي اللي هي عملها المشاريع دي هي اللي غيرت حياتنا. والنهارده في حاجه انت كنت الاول تسمع راجل اعمال مشيب بيشتغل في الممنوع. النهارده كل رجال الاعمال بقى كويسين لان شغلهم مع الجيش كله. هي المشاريع دي مين اللي شغالها؟ الجيش؟ الجيش اداره فقط. وانا بقولها علني اداره فقط. كله يعني احنا كمقاولين 100 شركه مقاولين كلهم اصحابنا شغالين. الجيش اداره فقط. انما اولاد البلد هو العمال دي احنا جايبين ايه؟ عساكر؟ من الموجودين اللي في الشارع واللي في القرى واللي في النجوع. بنجيبهم بال 100 واحد وبال 1000 واحد يشتغلوا. كل الثراء ده وكل اللي احنا النهارده اي راجل عمال بيشتغل بثقه ليا. لان مفيش شك النهارده محمد لو بيشتغل مع قطاع خاص ويشتري فيلا هيهر هيقول لك هيقولوا لي منين وجبت ومن اين لك هذا. انما لا اين لك هذا انا واخد مستخلص ب 100 مليون بال 100 مليون بال 100 مليون اخد اعمل يعني ده انا بدرس مثلا هو اقل حاجه مثلا 10 و15 و20 و260 مليون. يعني لما ياخد 260 مليون في مشروع بدايه ويروح يجيب له عربيه ده فتح الكلام يعني زي ما بنقول كده. ايوه بدايه كلام. ويجيب عربيه ب 3 4 مليون. ايه الشاذ يعني؟ ايه الشاذ يعني؟ مش حاجه شاذه. دمر كل ده. يا ريت يدمر ده، دمرنا احنا. استاذ احمد انا بقولها على الملا اكبر عيله في مصر عيله الخوالق في قريه شرمساح العمد والبلد بلدنا. النهارده في حزن لان احنا يعني مثل لكل حاجه كويسه. وخلي بالك احنا الاخوان ضدنا واحنا معلمينهم الادب في القريه. طب وهو لم ليه عليهم؟ لم ليه دلوقتي؟ ليه؟ ما ده ليه؟ اذا انتوا في القريه عاملين كده وضدهم
ايه اللم دلوقتي؟ ما اعرفش. انا بقول لسيادتك يعني ما هو في حاجه حضرتك اللي بتقول انهم كلموها وتواصلوا معاها او قالوا يبقى معانا، حضرتك اللي قلت من شويه 100%. ما هو احنا شايفين اهو، ما هو على الملا دي مش حاجه مداريه، انما النهارده في حاجه، ما فيش مقدمات يا استاذ احمد، ما فيش مقدمات. فجاه اتقلب 180 درجه يعني، رغم ما عندوش اي مشاكل اطلاقا، يعني عمل ده ومفيش مشكله عنده اطلاقا، مفيش مبرر، مفيش مبرر، مفيش حاجه انا اغفره ليها، مفيش حاجه اقول معلش يا استاذ احمد يعني ده اتظلم، لا مفيش حاجه يعني تريحك نفسيا شويه، لا انت صدمتنا، لان مفيش حاجه من اللي انت عملتها دي تستاهل اللي انت عملته اصلا. ايه اللي انت عملته؟ ايه اللي حصل؟ ايه التغيير اللي انت اتغيرته؟ انت شغال في الجيش وشركتك شغاله، وفجاه لقينا بنبيع 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 بنبيع، وفجاه طلعت القرارات والحاجات اللي هي لا يعني المشيبه اللي احنا بنسمعها وبنشوفها الفيديوهات دي لمين؟ لا يعني تاريخنا ايه؟ الحاجات دي لو لاحظ دي تاريخ سيء، سمعه سيئه. محمد بيقول مع احترام الكامل للاخوان، هل حضرتك او هو مع الاخوان؟ هو بيقول كده مع احترامي الكامل للاخوان. فهل حضرتك وهو مع الاخوان؟ استحاله، وتاريخنا معروف يعني، تاريخنا معروف يعني، يعني دخل 100 مداخله على مستوى مصر كلها، معروف على عبد الخالق ومعروف ولاد على عبد الخالق. ابراهيم كان ضابط من احسن ضباط القوات المسلحه، وانا على الملا معلمي ساقه معروف على عبد الخالق، يعني معروف تاريخنا. العزا بتاع ابن ابراهيم كان وحده عسكريه، العزا كان وحده عسكريه، العزا يعني تخش العزا كانك في وحده عسكريه، من حب الناس لنا وحبهم لنا، وقفوا جنبنا في وفاة إبراهيم، ما يوقفهاش أب جنب ابنه. تقول له إيه وتنصحه بإيه؟ ارجع ارجع يا محمد، ارجع يا محمد، مش أنت محمد، لأ ارجع، ارحمني ارحمني. لو بإيدي أجيبه ارحمني، ارحم أبوك، ارحم أخواتك، ارحم أمك، ارحم أمك، حرام عليك. ارجع يا محمد، ارجع واعتزل، وعلى دماغي يا ريس، على دماغي يا ريس، على دماغي أنت وأهل بيتك الكرام، على دماغي. أنا يعني إيه المطلوب مني أعمله أكتر؟ يعني مش قادر. أنا بعتذر للدنيا كلها إذا قال لفظ في حق الرئيس، أنا بعتذر. ربنا يهديه ويرجع ويبعده عنه. تقول له ارجع. ارجع. لم بيتك وأولادك ولمنا. ورد اعتبارنا ورد كرامتنا تاني. أنت هنتنا كده. هنتنا ليه طيب؟ هو الريس الخير اللي انت فيه ده رد الجميل يا محمد؟ ده من السنه، ده 15 سنه، 15 سنه من شقه في قصور، ده رد الجميل؟ ده رد الجميل؟ اغلط وبتغلط ليه؟ استاذ احمد مفيش مبرر، انا بقول لك مفيش مبرر، مفيش حاجه تخليه يقول لفظ تاني. حضرتك بتقول له ارجع 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 ولم بيتك ونلم بعض تاني زي ما كنا موجودين. الأسرة اتدمرت. الأسرة اتدمرت. أجيبهم منين؟ أجيبهم منين؟ أجيب عياله منين؟ عنده خمسة. اتشردوا الوقت. اللي هنا واللي مسافر وأطفال. حرام عليك. حرام عليك. حرام عليك.
نفسك تشوفه؟ يا ريت مره. شرفتني. ربنا يبارك فيك. أنا آسف. آسف يا ريس. وعلى دماغي. وعلى دماغي. وبلاشي اللي أنا بقوله ده، اللي أقرب مني عارفين أنا علاقتي بالبلد إيه وبالريس إيه، ويعني ملهاش مبقى أصل يعني ما أقدرش أقول حاجة، ما أقدرش أقول حاجة. اللي حصل ده صدمة بكل المقاييس. ملهاش مبرر. مفيش حاجة يا أستاذ أحمد تغفر للي بيحصل ده. مفيش حاجة تبرر للي بيحصل ده. مفيش حاجة يعني لا. فكرت تسافر له؟ يا ريت. لو الظروف تسمح في البلد أسافر وأروح له. أروح له وأجيبه. ولمه من العصابة اللي حواليه دي. اللي خدوا فلوسه ودمروه ودمرونا. خدوا فلوسه كمان. خدوا فلوسه. قال لي يا بابا انا خارج اسهر، رجعت لقيت الباب مفتوح ومتاخد 8 مليون. 8 مليون؟ مليون. من بيته؟ من بيته هناك. اتلموا عليه خدوا فلوسه وبهدلوه. قال لي خارج البيت مش مفتوح، مش مكسور. في الخزنه مفتوحه وبتاخد منها 8 مليون. وقلت له ارجع، ارجع محمد، مش لينا الغربه. الغربه غلب. الغربه غلب. مالناش فيها. انا اتعرض عليا يعني ارقام خياليه. امسك اتحادات دوليه ودول رفضت. انا اتعرض عليا الرئاسه العامه للحرس الوطني. وبقولها علني وخدوني سنه. بنختم مره ثانيه قبل ما قبل عشان وقتنا. آخر رسالة لابنك. ارجع يا محمد. ارجع لبيتك وعيالك ولينا. واعتذر يا محمد. اعتذروا على دماغك يا محمد. اعتذروا على دماغك. وارجع لعيالك. شردت عيالك وشردتنا ودمرتنا. ارجع لبيتك ولينا ولاخوك ولولاد اخوك ولوالدتك ولاهلك. ارجع يا محمد واعتذر. اعتذر يا محمد وارجع. بلاش السكة دي سكة مقفولة ونهايتها مش انت، كلنا هنتدمر. كلنا هنتدمر. شرفتني. يا سيحبي. ألف شكرا.